السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بروفسوت. فيديو دي في القناة إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة الباتش سكريبت. إن شاء الله النهاردة معانا قاعدة اف الشرطية. قاعدة اف الشرطية هي إن أنت لو في حدث معين اتنف، لو مثلا شرط جامد اسمها قاعدة اف الشرطية، لو في شرط اتحقق ينفذ حاجة معينة، لو الشرط ده متحققش ينفذ حاجة معينة تانية. هنشوف دلوقتي مع بعض. لو فتحنا النوت باد بلس بلس كده، نحذف كده اللي هو من الدرس اللي فات، نسيب ايكو اوف طبعا. مثلا لو هنقول ايه ست بي مثلا، هناخد من المستخدم مثلا ماني، مثلا الفلوس، او مثلا انت بتعمل برنامج مثلا لشركة مثلا او حاجة. مثلا هنقول انتر هير ماني، واي حاجة بقى مش لازم يعني نصححها. خلي بالك يا جماعه، ما يكونش بين اللي يساوي اسم المتغير ما يكونش فيه المسافه، يعني ما ينفعش يكون كده ان هو كده بيعتبره متغير جديد. معنى كده انت ممكن مثلا تكتب money of مثلا bank مثلا كده، ما فيهاش مشاكل، كده انت عملت متغير عادي جديد، لكن تفادي الاخطاء ممكن تخليها كده عادي. كده ناخد من المتغير الماني بتاعته بس. كده القيمه الحرفيه بتاعت الفاليو بتاعتها string، ازاي نحولها ل انتجر؟ نعمل هنا ست ايه نفس اسم متغير عادي جدا، مفيش اي مشاكل. كده احنا بنعمل له ابديت. كده هنيجي هنا صورة يا جماعة، بس نيجي هنا نعمل علامتين كده، نكتب اسم متغير القديم ماني، بس كده. كده احنا خدنا قيمه من المستخدم وحولناها للانتجر. نيجي هنا بقى، مثلا لو القيمه اللي هو اداها لنا دي اقل من اللي احنا محتاجينه، نطبع له حاجه معينه. لو هي اكبر من اللي احنا محتاجينه مثلا، نقول له خلاص مفيش مشاكل. هنعمل هنا مثلا قيمه للتحديد اللي هي اكبر حاجه، مثلا هنقول مثلا ست نيدد او نيد اندرسكور ماني بتساوي مثلا قول 50 مثلا. نيجي هنا بقى هنقارن القيمه اللي هو هناخدها من المستخدم والقيمه اللي هي عندنا. هنقول اف، هنيجي هنا وناخد مسافه كده، هنكتب ايه نقارن بين المتغيرين. نيجي هنا نكتب ماني، نيجي هنا نكتب يساوي مرتين. خلي بالك لازم تكتب اتنين يساوي، عشان ممكن انت مثلا ايه يساوي كده، لو هو مثلا يساوي او اكبر من يساوي او اصغر من يساوي، يساوي يساوي يعني هو يساوي نفسها، معلش برضه يساوي اكبر منه واصغر منه والحاجات دي كده ان شاء الله. هنيجي هنا الاف، لو الماني بتساوي نيد اندرسكور ماني ونقفلها. انت هنا متاح لك خيارين، يا اما انت تعمل كده كده واللي جوه ده اللي هيتنفذ، يعني مثلا نقول له ايكو مثلا ماني از بتكون جود مثلا، يعني الماني يكون كويسه كده، ده متاح لك تعمل كده، او متاح لك ان انت مثلا خليها كده جود وناخد دي كده نمسحها وننزل كده كذا سطر ونعمل كده. كده كل اللي هيتكتب الا لو انت ممكن تكتبها في سطر واحد، لو هو بدنا لو هو امر صغير، وممكن تكتبها في كذا سطر. انا احبذ اللي تكتب في كذا سطر كده، ناخدها كده كوبي كات كات نحطها هنا بيست. طب هنا بقى لو الشرط ده ما تنفذ، او الفلوس اللي هو اداها لنا المستخدم مش بتساوي او اكبر من او اصغر من اللي احنا محتاجينه، مثلا هنقول ايه ايلس غير ذلك، ناخد مسطرة ننزل تحت كمان ايكو ماني دونت او نوت ايكوال نيد ماني مثلا. كده هو يطبع لنا الجملة دي. طب هتقول لي ايه، طب افرض مثلا انا الفلوس اللي هو مديها لي اكبر من اللي هو او يعني ايه اكبر من اللي انا محتاجه، بس انا عادي يعني مفيش مشكلة. تيجي هنا نكتب ايه، هنيجي هنا مثلا عند السي ام دي هنا، خلي بالك ده احنا بنكتب هيلب اف، شرحنا احنا الهيلب قبل كده ان هي ايه يعني بتسهل عليك او بتعرف لك لو انت نسيت حاجة، تعتبر مرجع ليك. دوس انتر انتر. هنا يا جماعه هنا عوامل المقارنه، ايكو لا ايكوال ليك نيك نوت ايكوال، يعني مثلا انت ايه
لو احنا كتبنا هنا بدل الاتنين يساوي دول ايكو كده كده كأنك بتكتب يساوي. ممكن ناس تتلخبط مثلا، لان مثلا بدل ما تكتب ايكو تكتب الحاجات دي مثلا كده، اللي هي تتلخبط في الحاجات دي كده، اللي هي دي اللي اكبر من او اصغر من. انا افضل لك ان انت تكتبها قيمه حرفيه على دور، هو برضو بيفرق بينها وكده، يعني بيفرق بينها وبين اللي هو يعني هي نفسها ما فيهاش لخبطه. يعني هنيجي هنا في هنا ايكوال، في هنا نوت ايكوال، في هنا ليس، ليس زان اصغر من او ليكو او اكبر من، هنا جريتر زان اكبر من او يساوي. هنا بقى لو جريتر زان، لو هي اكبر من القيمه دي ناخدها كده جريتر زان اور ايكوال جي اي كيو. تبقى هنا جي اي كيو زي دي كده، اتاكد بس جي اي كيو اي جي اي كيو بس كده. كده هو ايه هياخد قيمه المستخدم ويقارنها بالقيمه اللي هو عنده، لو لقاها هي اكبر من او تساوي دي هيطبع له ماني از جود، لو ما لقاهاش كده هيقول ايكو ماني نوت ايكوال نيدد ماني. هنعمل كده سيف كنترول اس نيو كده استاس ام دي تاني سي ال اس هنكود النيو نسحبها. هنا يا جماعة هنكتب النيدد مان اللي احنا عايزينها، مثلا هنكتب مثلا نقول 50 نفس القيمة. احنا نسينا نكتب اللي هي بتاع ده بوز نفتح سيم دي تاني. صح نعمل كنترول اس هنا الانتر ماني هير ماني مثلا هنقول 50 ذا سنتكس اوف ذا كوماند ان از ما يكون انكوركت. نيجي نعمل كده شرح بسرعه للبرنامج. كده احنا هناخد قيمه من المستخدم هنحولها للانتجر عشان نقارنها بالمتغير الجديد اللي هو الانتجر بتاعنا اللي هو نيد ماني. بعد كده هنعمل متغير جديد نيد اسمه نيد ماني اللي هو الحد الاقصى للفلوس اللي احنا هناخدها من المستخدم. هنا نكتب اف نعمل شرطه لازم مسطره، نكتب الف اسم متغير اول الحاله الشرطيه بعد كده مسطره. نيجي هنا نكتب عامل المقارنه اللي انت هتقارن بيه بعد كده مسطره، نكتب اسم متغير بعد كده مسطره، نعمل كوس ننزل تحت نعمل كوس جنبيه else ندوس مسطره هنا ونعمل كوس وننزل تحت نعمل كوس تاني. بين الكوس الاول والكوس التاني نكتب الايكو ماني از جود اللي هي الحاله لو لا تنفذ، لو الحاله دي صح ينفذ دي، لو else لو الحاله دي مش مظبوطه ينفذ دي. هنيجي هنا سيف، احنا انا مسيفه قبل كده، نفتح السيم دي نشد دي كده انتر يو ماني. لو كتبنا 50 مثلا ماني از جود زي ما انتم شايفين يا جماعه قارن بينها. مثلا ناخدها تاني كده، لا نضيف دي كده. لو هنكتب مثلا 70 مثلا اكبر من القيمه ماني از جود، لو خدناها كده ودوسنا انتر. لو كتبنا 30 ماني نوت ايكوال نيد ماني زي ما انتم شايفين يا جماعه الحاله اتحققت وكل حاجه تمام. نيجي هنا الحاجه الثانيه اسمها النستنج او الحاله الشرطيه اللي جوه الحاله الشرطيه. فمن غير مثلا لو احنا كتبنا هنا ايكو، لو احنا كتبنا هنا مثلا نروح كده تاني هنا، طبعا ده بس يعني مثال بس اللي احنا عملناه. هيلب لا هيلب اف هنا عامل مقارنه، هنا جريتر زان اكبر من جي تي ار زي ما انتم شايفين يا جماعه. هنا هننزل تحت مثلا لو في احنا عايزين نعمل حالة شرطية جوه الحالة الشرطية، يعني مثلا ايه هنيجي هنا ننزل تحت 1 2 3 4 جنبيها كده 1 2 3 4 دي برضو بس يعني ده مجرد بس اللي انت بتعرف البرنامج ان دي جوه الحالة الشرطية بس. هنيجي هنا مثلا ايه يفضل ان انت تعملها بالشكل اللي انا كاتبه لك ده، تنزل تخش اربع سطور جوه، لانك انت كده بتعرف لنفسك. هو اصلا البرنامج مش هيتاثر بحاجه لان هو اوريدي كل حاجه قدامه قطعه واحده فما بيفرقش. لكن انت بالنسبه لك عادي ممكن تخليها كده، حتى في درس الدوله هنعملها كده لانها بتبقى يعني بتبقى مريحه للعين شويه وتبقى تقدر تميز او تقدر تبص للبرنامج اللي انت بصيت له في المستقبل. هنيجي هنا مثلا نكتب اف ماني
الماني بتاعتنا ادي في دي كده الماني بتاعتنا ايكو النيد ماني نيد ماني زي ما انتم شايفين يا جماعه. ننزل مسطره تحت 1 2 3 4 خدنا هنا صح، خدنا البتاع دي، ناخد البتاع دي كده ننزل تحت شويه وننزل ننزل ونقفلها، لا نقفلها كده كده احنا 1 2 3 4 كده احنا بنقول ايه، لو هو هيقارن كده اللي فوق لو الماني اكبر من الماني يخش جوه، هيقول هيخش كده هيلاقي القيمه بتاعته، لو الماني بتساوي نيد ماني هيطبع مثلا ايكو مثلا ماني ماني بتساوي نيد ماني مش كده شويه ايلس. طبعا هو هنا ايه لو ايلس يعني لو هي اكبر منها، يعني عشان فوق هنا جريتر ذان اللي هي اكبر منها. نزل كده تحت مسطره نشيل دي كده خالص مش كده، نيجي هنا نكتب ايكو ماني جريتر ذان ماني بات لكن اوكي ناخدها كده جوه 1 2 3 4. طبعا انت لو عايز تحطها جوه كده 4 اسطر جوه تحطها 3 اسطر ما تحطهاش خالص براحتك، انا سايب لك الخيار كده، بس انت ايه يعني تحس انها احترافيه شويه ممكن تفرق بينها لو انت بصيت للبرنامج في المستقبل، ومش هتاثر على البرنامج في حاجه خلي بالك. هنكتب هنا سيف اوكي، هنسحب نيو كده هيقول لي انتر يور ماني، لو كتبنا 50 ماني نوت ايكوال نيد ماني ايه ده، بس كان في خطا كده احنا عملناه ان احنا قلنا له جريتر ذان لو هي اكبر من، ما قلنالوش ان هو يحطها لو جريتر لو اكبر من او يساوي كده، احنا حطها له اكبر من او يساوي هينزل تحت، لو لقاها يساوي هيطبع دي، لو لقاها مش يساوي اللي هي طبعا اكبر من هيطبع دي. هنعمل كنترول اس سي ام دي نفتحها تاني معلش، نسحب نيو ناخد هنا مثلا نكتب 50 طب انا كده تساوي ماني بتساوي نيد ماني، لو كتبنا مثلا هنا ايه مثلا 60 ماني جريتر ذان ماني بات اوكي شغال. يعني كده احنا شرحنا النستك، وبرده ممكن النستك تحطها في الالس، يعني مثلا لو الس ممكن تحطها تنزل كده تحت سطر كده وتكتب 1 2 3 4 واف وتعمل زي ما انت عايز شغلك عادي مفيش اي مشاكل، تطبق نفس القاعده دي وتحط جواها الس لو انت عايز برده مفيش اي مشاكل. بس خلاص النهارده كده الدرس درسناها بالنستنج خلص قاعده اف ان شاء الله، المره الجايه نشرح قاعده فور باذن الله، نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.